أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة سلسلة فعاليات ضمن الاحتفالات المقامة في البلدين الصديقين بمناسبة مرور 200 عام على إقامة العلاقات بينهما. وتضمنت الفعاليات عرضا للفيلم الوثائقي الأمم المتحدة والبحرين شراكة دائمة، والذي تم تدشينه مؤخرا احتفالا بمرور 70 عاما على إقامة منظمة الأمم المتحدة. كما دشن معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة فيلم لنذهب إلى المنزل، الذي يأتي ضمن الجهود المشتركة للسواعد البحرينية والبريطانية. احتفاء بمرور 200 عام على إنشاء العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، أقامت سفارة مملكة البحرين في لندن فعاليات تخللها عرض الفيلم الوثائقي الأمم المتحدة والبحرين شراكة دائمة، والذي جاء بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء منظمة الأمم المتحدة وعلاقتها بالبحرين. قرار رقم 278 لعام 1970 الذي أكد بأن البحرين دولة عربية مستقلة وذات سيادة. الفيلم يسلط الضوء على علاقة البحرين البناءة بالأمم المتحدة والتطورات التي صاحبتها، فضلا عن إنجازات المملكة المواكبة لبرامج المنظمة. المرأة حصلت على كثير من المناصب، صارت إلى درجة وزيرة إلى سفيرة إلى مستشارة. وقد أدركنا في مملكة البحرين قبل عقد ونيف من الزمن أهمية التحرك نحو مزيد من الإصلاح والتطوير، واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا لشعبنا. Ever since Bahrain's admission into the United Nations in 1971, the kingdom has been a valued partner of our organization, both in Bahrain itself and around the world. كما دشنت السفارة البحرينية فيلما آخرا إحياء لمرور 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية. السفارة دعت الشعبين لحضور عرض فيلم من إنتاج بحريني بريطاني، إرساء وتطويرا للعلاقات العميقة التي تتوج هذه السنة بذكرى تاريخية. احنا نحتفل بإنتاج أول فيلم بحريني بريطاني، لا شك أن احنا نرحب بهذا الإنتاج، ونرحب بالمخرجة البحرينية سهى الخليفة التي أنتجت هذا الفيلم، ونطمح أن يكون لها مستقبل في صناعة الأفلام هنا في بريطانيا. فيلم اسمه هيا نذهب إلى المنزل، بمدة ساعة ونصف يرسخ لثقافة الحب والتعاون بشكل عام، مثله بريطانيون وأنتجته المخرجة الشيخة سهى آل خليفة، التي أثنت على العلاقة بين البحرين وبريطانيا. فكرتي وكتبناها والله خلال شهر، وفي نفس الوقت يعني هو finding the investment هو الاستثمار أصعب مرحلة، لكن الحمد لله من أصحاب ورجال أعمال كلهم ساعدونا حق هالفيلم. Well, based on a very long friendship and some mutual support. العلاقة بين المملكتين البريطانية والبحرينية تاريخية، وتعتمد في الأساس على الصداقة والتبادل الثقافي والدعم المتبادل فيما بينهما. نحن أصدقاء وسنظل كذلك، وإنه لمن دواعي سروري أن أحضر مثل هذا العرض. وتهتم مملكة البحرين بالانفتاح على دول العالم ومنظماته من أجل بناء علاقات متقدمة تسهم في مواكبة المملكة للمتغيرات العالمية المبنية على التطور الدائم والعلاقات القوية والتاريخية بين الدول وشعوبها. التواصل الثقافي بين البحرين وبريطانيا هو نتاج علاقات قوية تدخل قرنا ثالثا من التعاون والصداقة بين البلدين. أما الشراكة الدائمة بين الأمم المتحدة والبحرين فيذكرها التاريخ وتبنيها الثقافة، التي تبقى دائما شاهدا ورابطا بين الأمم والحضارات. عبد جمال، تلفزيون البحرين، لندن.